صراحة الآن أصبحت مشكلة كبيرة جدا، تحديات الشرق الأوسط، منطقة الخليج العربي، تحديات النفسية، وهذا حتى بين في خلال الانتخابات الأمريكية القادمة بين طرفي المرشحين للرئاسة. ويبدو أن هنالك حزمة من العقوبات قد فرضت أو في طريقها أن تزداد فرضا على إيران بسبب التعاون مع روسيا. طبعا من وجهة نظر اقتصادية محايدة بعيد عن الأطراف المتنازعة، هذا يشكل تحدي كبير لجي 7، وأيضا تحدي كبير لإيران خاصة في منطقة الخليج العربي ومنطقة العراق بالتحديد. ما زال الملف العراقي هو صعب جدا أمام الإدارة الأمريكية سواء القادمة أو الحالية. أيضا هنالك نقطة مهمة، يبدو أن هنالك رأي جدا مهم بدأ يظهر في الساحة الأمريكية، يقول كلما قلت أسعار النفط كلما زاد الخناق على روسيا وإيران، لأن يبدو أن التعاون ما زال مستمر. وهذا ما شهدناه من زيادة من تدفقات النفط الأمريكية في الساحة الأمريكية بالذات، ليقلل من الطلب على النفط العالمية بالذات، انتبه، الخليج والعراق. هذا راح يشكل تحدي كبير أمام الحكومة العراقية. الآن يعني نتحدث عن أسعار ما دون 70، ويبدو المعسكرين الديمقراطي الجمهوري يتجهان نحو سياسة جديدة تتمثل في محاولة كبح أسعار النفط بالشكل الذي لا يدعم الاقتصادات اللي يسموها المشاكسة، يعني خاصة إيران، روسيا، الصين. هذا التحدي نعم الكبير أمام أمريكا. إذا المحور الجديد بنظرة محايدة بعيدا عن الأطراف المتنازعة، أنه أنا أرى أن ملف العراق يزداد صعوبة، خاصة ملف الفاو وطريق التنمية. ما فائدة طريق التنمية إذا جي 7 لم يوافقوا على الانضمام إلى الطريق؟ ما فائدة طريق ولكن التنمية أستاذ إذا سيف لم يعني يكن هنالك خط؟ عذرا للمقاطعة، ولكن يعني نعم الكل يعلم أن العقوبات المفروضة على إيران وروسيا وحزب الله يعني فرضت وتفرض منذ عقود. هل تعتقد أن هذه العقوبات يعني فعلت فعلها، آتت أكلها، أم أن هناك طرقا للالتفاف على هذه العقوبات لتجاوز تأثير هذه العقوبات على تلك الدول؟ إذا تريد أن تقيم العقوبات بوجهة نظر محايدة، انظر إلى اقتصادات تلك الدول. انظر الآن إلى الاقتصاد الإيراني، إلى العملة الإيرانية، كم نزلت مقابل الدولار بالشكل اللي أثر سلبا على الحياة الاقتصادية الإيرانية. إيران لم تكن سابقا بمثل ما كانت عليه الآن. انظر إلى روسيا، روسيا ما زالت هي القوية وتظهر بمظهر القوة، لكن اقتصادها ضعف كثيرا بسبب العقوبات الغربية. إن أنت تعرف حضرتك، أولا النظام العالمي قائم على الجي 7 وعلى أمريكا، على الحوالات الخارجية، على السويفت، على أيضا على خطوط النقل العالمية. كيف تنقل البضائع إذا لم تكن هناك شركات تأمن، وهذه كلها شركات هي أمريكية وأوروبية. يعني نتحدث إحنا بمعزل عن المشاعر، يعني خلينا نكون واقعيين في تقييم المشهد بشكل عام. كيف سوف تظهر أنت بمظهر التنمية وميناء الفاو إذا شركات أجنبية، شركات التأمين والنقل العالمي والشحن لم يبدي استعدادا معك بسبب العقوبات قد تكون على إيران أو قد تكون حتى على المشهد العراقي الآن؟ يعني أنت بسبب تصعيد الأطراف المتنازعة في حوض الخليج العربي والعراق، ظهرنا نوع جديد من التحدي والصرامة على المصارف العراقية. والكل يعلم مدى العقوبات التي طالت المصارف العراقية على أقل شيء وعلى أقل تحويل. هنالك مراقبة، هنالك فحص من جديد، هنالك نظام عالمي يعني يبحث عن عملية وعن نعم عملية البحث. ولهذا هذا الملف بشكل عام تأثر، حتى المصارف العراقية تأثرت. فلا تقول لي أن الاقتصاد الإيراني ما تأثر، ولا طيب الاقتصاد الروسي ما تأثر، ولا بل حتى الصين نفسها تأثر.